بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامج كيف مالك. اليوم رحلتنا مع اسحب واربح، هذا المعنى وهذا الإعلان الذي نراه في كثير من المولات والمتاجر الكبيرة. بعض المحلات والمتاجر الكبيرة في الأسواق أحيانا تطلب منك أن تشترك معها في سحب وقرعة لتربح بعض الجوائز. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج طالما أنه هدية من هذا المتجر. وصورة ذلك أن هذا المتجر يقول لك كلما اشتريت من متجرنا بقيمة 100 دولار أو 200 دولار نعطيك بطاقة، هذه البطاقة تدخل بموجبها في سحب سيجريه المتجر. ربما يحالفك الحظ وربما تحصل على جائزة معينة. لماذا تفعل المتاجر هذا الأمر؟ هذا الأمر في الظاهر ليس فيه شيء، ولكن في قضايا المعاملات المالية دائما دائما يجب أن نسأل لماذا يفعل الآخر هكذا؟ هل هذا المول أو السوبر ماركت جمعية خيرية يريد أن يستفيد الناس منه؟ أي عندما يقدم هدايا هل يقدمها بعد أن اشتريت وانتهيت؟ لماذا يقدم لك هدية؟ لماذا يقدم لك هذا الخصم والحسم؟ مما يجب أن نسأل عنه دوما عن كسب المال. لا أحد يتبرع بعد أن ربح وأخذ مشترياته. الذي يحدث وهذا الذي يجب أن نتنبه إليه أمران: أولا، الهدايا خصومات إضافية تؤدي إلى مبيعات إضافية وهذا مشروع. أما وإن هذا المتجر يريد أن يزيد من مبيعاته من خلال إعطاء خصومات إضافية، لكن لا يريد أن يغامر بهذه الخصومات بأثمان السلع فيجعلها عن طريق الهدايا ليشجع الناس على شرائها، وهذا ملمح خطير سنأتي إلى تفصيله. بعض المتاجر تعطي أسعارا مخفضة لبعض السلع وترفع الأسعار في السلع الأخرى، فبالجملة نجد أنه يكسب زيادة، وهذا نوع من الغرر المتضمن في الأسعار، في أنه مثلا يعرض معجون الأسنان بسعر منخفض عن السوق 10% لكنه يزيد على المنظفات بنسبة 20%، على الفواكه 15%. مجموع هذه الزيادات في الأسعار يجمعها ويقدمها من خلال هدية، هذا نوع من المشاركة في القمار. يجب عندما تذهب للشراء أن تتحرى الأسعار في كل صنف من الأصناف، فمالك لم يأتي عبثا، لم تجنه من خلال هدايا ومن دون تعب. الجميع يتعب اليوم في الحصول على ماله، فيجب أن ننتبه إلى هذا النوع من الغرر والخداع للناس. فعندما يكون هناك صنف رخيص هناك صنف غالي. أما إذا كانت الأسعار جميعها منخفضة ويريد أن يزيد في التخفيض بإعطاء هدايا من خلال هذه القرعة، هذا السحب، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله عز وجل، وهذا نادر. من الأشياء الأخرى التي يجب أن نتنبه إليها رفع سعر المنتج الذي يحوي القسيمة من القمار. مثال ذلك، بعض المنتجين يعمد إلى سلعة من السلع ويضع فيها قسيمة للدخول في السحب على أنه يرفع سعر هذه السلعة مسبقا. لنفترض سعر علبة المناديل دولار، فيضع داخلها قسيمة للدخول في السحب على سيارة، على جهاز كمبيوتر، لكن يجعل سعرها دولار ونصف. هذا النصف الزيادة الذي تدفعه إنما هو كشراء بطاقة يا نصيب، ممكن أن تربح من خلالها مبلغا كبيرا أو أن لا تربح شيئا، وغالبا يربح عدة أشخاص والباقي هم الذين يدفعون الثمن. لذلك الحرام لا علاقة له بالكمية. أحيانا يفعل التجار ذلك عن طريق بعض الصحف المجلات، يزيدون من سعرها أو قيمة الاشتراك الشهري ويقولون لزبائنهم تعالوا وادخلوا في هذا السحب من خلال هذا الشراء. يستهين البعض في الدخول في هذه المسابقات، يقولون أنا لم أدفع سوى ربع دولار أو نصف دولار، ربما أحصل على الملايين. التكسب الحرام لا علاقة له بالكمية. عندما نتحدث عن المال الحرام نتحدث عن بداياته، عن طرق كسبه، لأننا في الشرع نسأل عن الكيف لا نسأل عن الكم، وهذا محور برنامجنا كيف مالك. ولا يستهان بقليل الحرام كما لا يستهان بقليل السم. إذن عندما تدفع زيادة عن السعر فأنت تقامر، أنت تدخل في الميسر المحرم اليانصيب، وتشجع أولئك على التغرير بالناس وعلى سرقة أموالهم بالباطل. هم يجمعون الأموال الكثيرة ويعطون الآخرين الفتات
وهذا من الغرر المنهي عنه، وله أبواب وتفصيلات في كتب الفقه. جزاكم الله خيرا، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.